لكن البداية من الموضوع اللبناني، الجميع كان ينتظر وصول هوكستاين لوساطة ما، برأيك اليوم هل يعني أو بداية قبل اليوم إذا في نتيجة معينة، لكن هل حمل معه هوكستاين يعني اقتراح معين جديد لتعديل الصيغة الأمنية بالجنوب بحسب معلوماتك، أم فقط مجرد أفكار؟ بالبداية الواضح أنه هذه الزيارة هي امتداد لمجموعة من زيارات الموفدين الأجنبيين حول الملف اللي مرتبط بالجنوب، لكن الواضح أنه هذه الزيارة هذه المرة الشيء اللافت فيها أنها لم تحمل ورقة حقيقية، يعني ما إجا قدم مقترح سوى التأكيد على مقترحه السابق المتعلق بتنفيذ 1701 ما بعد التعديلات الطفيفة المتعلقة بمعالجة النقاط المختلف عليها، بالإضافة إلى البدء بنقاش في المستقبل حول موضوع مزارع شبعة وملكيتها. لكن الشيء الأساسي هو ما تحدث عنه عن ما سمعه في إسرائيل خلال زيارته الأخيرة من أن هناك إشكالية كتير كبيرة داخل الكابينت الإسرائيلي وحكومة الحرب في ظل يعني خلينا نقول التباين الداخلي الإسرائيلي حول إمكانية هل يمكن أن يشن الجانب الإسرائيلي حربا على لبنان، إن كان صارت الهدنة بغزة أم لم تحصل الهدنة في غزة. لكن هناك نفس اليوم إسرائيلي عارم بتنفيذ عملية ولو كانت غير برية على مواقع وأهداف محددة في لبنان، انطلاقا من أنه الجانب الإسرائيلي تحديدا الجانب الرسمي يعتمد اليوم على موضوع أساسي وواضح وهو حالة التصاعد اليميني داخل الجانب الإسرائيلي. اثنين، استطلاعات الرأي تدعم شعبي، يعني أكثر من 65% طبعا يؤيدون فكرة الذهاب إلى حرب أوسع مع الحزب، مع الحزب ومع استكمال العمليات العسكرية في غزة واجتثاث حركة حماس بشكل نهائي من قطاع غزة، فيما ربما هناك نسبة طفيفة ربما تتحدث عن أنه لا يجب وقف الحرب، البدء بمسار تفاوضي حول الأسرة. رح فوت أنا وياك بالتفصيل على الموضوع حماس، وأيضا اللي عم تحكي عنه ممكن بلاقي بقصة زيارة بيني غانتس إلى أمريكا وهالمحاولة الأمريكية لتطويق بنيامين نتنياهو أو ربما الإطاحة فيه من خلال ربما تنسيق مع بيني غانتس. بس بدي قبل كفي بالموضوع اللبناني، هل اليوم كان جميع بانتظار هوكستاين، هل بعد ذهاب هوكستاين اليوم يعني هذه الوساطة بتلاقي كمان بالميدان مسألة اللي عمله الإسرائيلي بمحاولتين تسلل بالحدود اللي هو أشبه باختبار بالنار، هل هيدي الأشير أو الإشارات اليوم تقلق أكثر أنه احتمال اليوم أن تتوسع هذه الحرب بالجنوب وتعطي إشارة سلبية اليوم بمغادرة هوكستاين وبالتالي يعني انتهاء هذه الوساطات أو انتهاء العمل الدبلوماسي ليكون الكلمة للميدان؟ في تخوف جدي اليوم، عن جد في تخوف جدي، أولا على صعيد شيء أساسي أنه اليوم الزيارة الباردة، لأنه واضح أن زيارة باردة غير يعني من الزيارة الماضية إلى هوكشتاين اللي تزامنت بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني وما تمخض عنه من حديث عن موضوع التهدئة أو عدم توسيع الحرب. لا، اليوم الواضح في الكواليس وما نقل عن بعض الكلمات والنقاشات التي جرت تحديدا مع المعارضة حول موضوع الجنوب والتخوف من انفجار الوضع بالتزامن مع العمليات الإسرائيلية، يعني اللي صار مبارح ببنت جبال، في عملية تدمير ممنهج عم بتصير يوميا في الجنوب اللبناني لقرى ومدن على الشريط الحدودي. الهدف الأساسي منه قد يكون بالمستقبل حزام أمني بده يجي الجانب الإسرائيلي يقول تفضلوا يا قوات متعددة الجنسيات إلى هذه النقطة، نحن منا قادرين نرجع مستوطنينا طالما هذه المنطقة موجود فيها سكان آهلين. يعني كنا عم نحكي عن فرقة الرضوان، صرنا عم نشوف تدمير ممنهج لبيوت المدنيين، ما يعني أنه حتى الجانب الإسرائيلي صار متخوف أصلا من وجود مدنيين، لأنه حزب الله بالمرحلة الماضية بس نحكى معه بموضوع سحب قوة الرضوان كان عم يبرر بكلمة رئيسية أنه قوة الرضوان هي أبناء هذه المنطقة. عم يجي الجانب الإسرائيلي يقول بكل صراحة من خلال العمليات الممنهجة والتدمير الكلي لهذه القرى أنه أنا حتى بكونك عم تقول أنه هني أبناء هذه القرى ما بديهم يرجعوا إلى قراهم حتى يطمئنوا سكان المستوطنات الشمالية. لكن الأساس اليوم
بكل هذا المسار التفاوضي اللي عم بيصير، انه الكل يربط، حتى هوكشتاين نفسه يربط ما يجري في جنوب لبنان، وعنده نظر ربما يعني ثاقب اكثر من الورقه الفرنسيه، انه هناك ترابط واضح وصريح بين جبهه الجنوب اللبناني وبين ما يجري في قطاع غزه. طالما الهدنه متعسره، حنرجع نروح على موضوع الهدنه اكيد، لكن هذا الترابط عنوانه الرئيسي انه هذه الجبهه هي جبهه اسناد، منها جبهه مواجهه كليه. الجانب الاسرائيلي اليوم بناء على ما تمخضت عنه الجبهة في الشمال من نزوح كبير ومن تكاليف مالية ضخمة اليوم عم يدفع الجانب الإسرائيلي من خلال هذه عملية النزوح، لأنه اليوم عنده نزوحين، مش نزوح واحد، نزوح سكان غلاف غزة والنزوح الشمالي اللي يقدر بمئة ألف أو أقل، عمين حكى أكتر كمان. والحديث اليوم عن نزوح سكان الغلاف في قطاع غزة، أنت عم تحكي عن مئات الملايين وتدفع شهريا لسكن ومساعدات وطبابة وتعليم وتغيير كل السيستم داخل الداخل الإسرائيلي. لذلك اليوم قاعد الإسرائيلي عم بيقول هي التكلفة مدفوعة، في طرف إسرائيل عم بيقول خلينا نروح على حرب شاملة، هذه الحرب حتى لو بدها تؤدي الى فتح جبهات اوسع، لكن ما عاد فينا نحمل وجود حزب الله كل شوي تصير عمليه. اضافه للعامل الاقتصادي، حتى مع بدايه الحرب بعد 7 اكتوبر كان في رايين باسرائيل، وكان في وجهه نظر بتعبر عنها النخب او حتى الصحافه الاسرائيليه، انه هذا اللي على الحدود اللي هو حزب الله في لغم راح ينفجر بوجهنا، خلينا نستفيد اليوم من كل هذه الظروف، حاله التعبئه ونروح اليوم الى هذه الحرب. هل برايك هذا عم يتعزز اليوم مع سياق الاحداث حرب في غزة للذهاب إلى هذا الخيار؟ عم يتعزز انطلاقا من مجموعة معطيات ومؤشرات. أساسا اليوم أنه نتنياهو اللي قاله من يومين من خلال خطابه يلي طلع فيه على الإعلام، لمح أنه أنتوا لو تركتوني رحت على هذا الخيار في ظل كل هذه التعبئة الدولية والإقليمية الداعمة لإسرائيل، واللي اليوم عم ترجع تتراجع نتيجة المجازر، نتيجة الضغط الدولي، مجموعات الضغط الدولية، مواقف الدول العربية، تعسر الهدنة، الضغط الداخلي حتى من أهالي الأسرى، كل هذه الأمور عم تفقد نتنياهو القدرة على أنه يحقق إنجاز داخلي. الحرب الإسرائيلية على لبنان برأيي ربما تعيد أول شيء بتثبته بمكانه من هون للانتخابات الأمريكية، لأنه واضح أنه يعول على انتخابات تأتي بالجمهوريين وتحديدا صديقه دونالد ترامب إلى الرئاسة. اثنين، أنه عم يستفيد من حالة هذه النزوح ليقول أنا أوريدي الخسارة واقع على المستوى الشعبي والاقتصادي بهذه المنطقة، خليني أروح على حرب شاملة مع لبنان. واللي صار اليوم بزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة قد يكون أشعر بنيامين نتنياهو أنه في محاولة انقلاب تحضر للإطاحة بهذه الحكومة، والإتيان بحكومة ما فيها بنيامين نتنياهو، حكومة بتقدر تسير الإدارة الأمريكية بمشروع الهدنة بالمستقبل وبمشروع إعادة هيكلة المنطقة وتحديدا المتعلقة بجنوب لبنان وبموضوع قطاع غزة.